عريس عريس. مين دي؟ يا ابني اختك المصونه. إيه؟ عريس عريس بنت. إيه؟ انا مش قلت لك بلاش العريان ده يا بنت قبل كده؟ في ايه يا دينا؟ احنا في فرح يعني ما تفكيها شويه، وبعدين تعالي شوفي عروسه اخوكي يعني لابسه ايه. عروسه اخوها لابسه ايه؟ لابسه ايه عروسه اخوها؟ كورنيش مفتوح رايح جاي يا برنس. كورنيش مفتوح رايح جاي يا برنس. قمر يا اخواتي قمر قمر مانيكان، ايه الجمال ده كله؟ حلوه زي ماما بس حاساه قافل الصدر زياده شويه. لا لا تحفه، ده ديزاينر ما عملش منه الا نسخه واحده وخلاها باسمك. كان نفسي يكون مني فوق الركبه. لا 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 بقى ده يبقى سكسي قوي قوي قوي، والعريس ايه يجي له هوس. الله 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 الله. هو حد قال لك يا هاني من الزفه على البلاج؟ مالك يا بيبي في ايه؟ بيبي دي بتقول لي بيبي؟ استغفر الله العظيم. ردي يا حاج، بتقول لي بيبي؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اسمعي يا حبيبتي، الجوازه دي تمت لما عديتي على الجهاز، عديتي مره واثنين وثلاثه يا حبيبتي، ومفيش اي حاجه بصراحه صفرت يعني، انما دلوقتي تطلعي مخبيه استغفر الله العظيم كل الحاجات دي يعني؟ لا 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 جهاز ايه ومخبيه ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. وبعدين ايه السبحه دي كلها؟ سيبك من السبحه دي، احنا بنتكلم في السبحه. ردي على الحاجه يا حبيبتي، الجهاز ده جهاز الاختبارات. ايوه كده، انت فاكره ان كل حاجه بالسهل يعني؟ بصي سكي حاجه بعد اذنك. هات شوفي بقى. بصراحه يا بنت الناس انا متجوزك بعد استخاره. ايه الكلام اللو ده اللي انت بتقوله يا عريس؟ لو ايوه لو. لو ايه وهاي ايه؟ خليك انت اون ذا سايد يا حاجه، وانت بالنسبه لك لوكات مين؟ الفستان ده تلبسيه لما تكوني متجوزه عيل من بتوع الساحل، عيال الفورمه اللي بتسقط بنطلونها ويدق تاتو، انما انا نو نو. جرى ايه يا بيبي؟ من امتى وانت كده؟ من الليله وكل ليله، يعني عرض مستمر. وانت جاي تصوب على حظي انا؟ ما انت كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. عمر لا والله. ايه يا حبيبتي والمصحف؟ لا نو 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 والله ابدا. لا كان كويس. كان كويس. انا سامع عنه كلام حلو كتير. سامع لما تبنى الى الله يا ماما، تبنى الى الله. استغفر الله العظيم يا رب. اسمعي يا بنتي، اسمعي يا بنتي، نبقى نستر نفسنا كده بدل ما يبقى في كرسي في الكلوب النهارده. ها قلتي ايه؟ ردي وشك لقيت الجوازه مش على كيفك. بتنكد عليا يوم فرحي وعايزني اضحك؟ وانت لو فضلت كده قلب وشك هيتنكد عليكي العمر كله. ها هي دي الكلمه الحلوه اللي قدرك عليها ربنا؟ امال فين الكلام اللي كنت بسمعه عنك؟ ماضي ماضي، ربنا تاب علينا منه. خلاص احنا تبنا الى الله. ابتسمي حكي فكري حبيبي حبيبي. محضر لك حتة مفاجأة تستاهل بقك. بالنبي ايه؟ بص يا نهار ازرق، انت ايه اللي خليت الشمس؟ انا غريب غريب غريب. المعلم سيد ويرور والمعلم مرجان سمك. وانت تعرف الاشكال دي منين؟ اشكال ايه؟ دول اهل حته القدام وجايين يوجبوا معايا. وايه نتايه دي اللي هو بيقولها؟ وانت الاشاره عندك ما لقطتش الا دي. سترك يا كريم. العب يا ويرور.
عرسنا بالظبط انت يا الله يخرب بيتك. سلي احلى واجب لاحلى حبيب. انت الدخول يلا يلا بيتك انت بيت الدخول. تفضلي يا بنتي. تفضلي يا عم. رقصها يا عم. رقصها تجيب رقصها للواد نفسه يتوب وربنا يقبل توبته. انت ايه واخد توكيل ابليس في الدنيا؟ في ايه؟ في ايه الحق على اللي جايب رقصها تفرفشني؟ قصدي تفرفشكم. ده انا كنت هلقطها. ترقط مين؟ ترقط مين؟ حرام عليك يا اخي. تفرفش ده؟ قصدك تعكنن علينا. حرام عليك الفلوس اللي ضيعتها شقة عمرك على المسخرة وقلة الأدب. انت عايز تعمل فينا ايه؟ تخلينا احنا كمان نهج زي ما ابنك هج وسابك هنا لوحدك عايش في وسطينا يا كبرنا يا قدوة. ما تنطق يا عم. حرام عليك حرام عليك بقى. سيب الواد في حال. يا بختها بيه ده حتة سكرة. لا وايه حنين ورقيق وبصراحة ربنا بقى أدب وأخلاق مفيش بعد كده. داني مغامرات تشايب. أنا عارفة إزاي الرجالة بيأمنوا. يا وحشي يابا يا عظم اللي مفشفش ومكسر يا عيلة واطية وعاملين اللي فيها ولاد ناس. خلاص اتخرسي. دي كانت جوازة سودة. خلاص بقى انا دماغي اتخضعت ودي وجعتني والتلج كمان خلص. قومي يا بنت قومي يا بنت. انا عظم مفشفش. حرام عليكي حرام عليكي. انت مش كفاية ما تصورتش بالفستان. ما تصورتش ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ صبرني يا رب. هو كان في مشاكل قبل كده مع اهل العروسه؟ العواطية وبنت على حقيقتها. طب كانش من عزمنا لولا الكبطان ظهر لنا بعينيه كنا قلبناها دلمة. بس احنا امنناكوا لحد ما طلعتوا نضاف. يا اخويا من ناحيه امنتونا اهو واضح امنتونا على الاخر. احنا بقى هنا النهارده انا مش قادره اروح خالص. نبهت ايه؟ لا انا اتشقمت من ام الاوتيل ده وبعدين كمان البنت هنادي لوحدها في البيت. يلا نقوم نروح. يوه قلتلك هنروح يعني هنروح. بس اما نطمن العمر الاول ونشوفه راح فين. ده كمان يعني هيكون راح فين؟ تلاقيه روح نام اصلا. تحب ندور عليه لحد ما نلاقيه؟ ما تسيبوه. مش يمكن راح يفك عن روحه شويه بعد اللي حصل. بس يا ابله اخوكي ده طلع ذكر لبى البنت حته كف تولها. ازيك يا معلم؟ مراتي يا نيس. شاطر. الولاعة دي غريبة قوي. ليه؟ بتولع من غير ما تلمس السيجار. بص ده نوع جديد ده ولا ايه؟ دي غريبة جدا. بص ها انت اللي بتهالك انها بعيدة. ده سكر ده ولا ايه؟ احنا ايه ده؟ شكري احنا سكرنا حاجة. تشربت حاجة؟ يا عم دبرني انت. اقول لي ازاي ابطل ستات وانا لازم ابطل ستات.
عشان التوبة تتقبل. اللي يبطل السجاير يبطل الستات. انت لما تشوف اي واحدة ست ايوه نقعد عليك. وانا هبقى شفتها اغمض عينيا ازاي؟ تتعمد ما تبصش ناحيتها. بص يمتها. يا عم اشوف واحده ست قدامي. اروح بقى بصص الناحيه التانيه كده. شفتها. شفتها برضه. هي اللي جات لك غلط. يعني المفروض تيجي من هنا انت تمشي الناحيه التانيه. انت شبه عم حافظ بالملي. خلي بالك. انا؟ ايه ده؟ مين عم حافظ؟ انا في بتاع بقى محارمي هنا قوي الصبح. بتاع دي. الله. ايه ده؟ مش عارف بس ريحتها حلوه قوي. دي بتاعت ايه دي؟ نجربها. حلو. ايه الله يا ولدي دي حلوه حلاوه ودماغي ايه دارت كده. هو ايه ده؟ تاخد ولا بلاش بتاع عظمه كبيره بقى يا عم كبيره. والله ده الدهن في العشاء يا ابني. ايه ده؟ ايه في ايه؟ نمل كتير قوي. ما تنضفوش النمل دي. نمل تديني حته. اخاف عليك والله. اهم هات حته. خلاص هات حته. غمض عينيك واديني حته. طب خد دي. اللهم صل على تكل على الله. اتفضل يا دكتور. من هنا يا دكتور اتفضل. انت تاني اللي كده. العربيه وصلت. ها؟ العربيه وصلت. الف الف فضل. الحمد لله على السلامه. حلو كويس كويس تمام الحمد لله على سلامتها. الناس الغريبه واحد ما يعرفش يركب عربيته. حاسب حاسب يا دكتور انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ طالع بعربيتي. عربيتك؟ عربيتك ايه؟ دي عربية الشنط يا دكتور. لبس لبس اللون بتاع ايه؟ عربية الشنط عربيتك ايه؟ لبس. مال دي دارت ازاي؟ دوار ده نجيب ايه؟ يا دكتور استنى عندك. يا دكتور في ايه؟ استنى في ايه؟ ايه يا دكتور حساب الباركينج يا دكتور. Thank you.
السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا دكتور. مع السلامة. في حفظ الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.